كثير من الاولاد على عمر صغير بكون عندهم ريجكشن لانواع معينه من الاكل، ما بحبوا انواع معينه، وبالتالي نستصعب بركه انه نقدم لهم هالانواع من الاكل. لازم نعرف انه الولد عده مرات بدنا نقدم له شغله معينه تيصير يحبها، يعني هيدي الشغله بركه بتاخذ 12 مره 15 مره تالولد يحب الشغله، بالتالي ما نيأس، نضلنا عم نقدم لهم الفواكه والخضره في حال ما بحبوها، او حتى اللحمه او الدجاج، لانه في مرات كمان اولاد ما بحبوا هالانواع من الاكل، ما نيأس ونضلنا عم نجرب لانه الولد رح يرجع يحب هالانواع من الاكل.